ازيك سلوم؟ عبي هالجمج معبي. هات لشوف هات. لك شو هالبزرة الطيبة؟ لك ما عم بشبع منها لك سكو. مسكين. راح بين الرجلين وما حدا رح يسأل عنه. نيفا. مين هذا المسكين زوز؟ راس صبري أفندي. نيفا. وليه زكو؟ هاد بلش يخربط. لك اتركوا لك سلمى اتركوا. اتركوا ولا بلش يفطر راسه. امبارح صبري أفندي بعد ما أكل نيفا باس هالإيد هي. ايه بس ما حسن يركب الحنتور قام راح مشي لبيت بعيد بعيد. الحمام. لك سلمو هذا من أول بورية ضربت معه الحكاية. لك شلون ما يخلع البورية الثانية؟ يا سيدي بده يشوف حاله طاير فوق الخيم. الحلاق طار لعنده وأنا كمشته لعن صبري أفندي. يا حرام هروا دواليبه. لوين راح زهور؟ لعن صبري. أنا اللي قلت له يكمشوا ويحطوا بالحبس. إيه مشان يدوق الشوربة. لك شو أكله؟ لك كأنه حاجته هذا زكو. لك هذا كأنه ما بتحمل يا دوب نص بورية. لك اتركه لك سلمى اتركه. اتركه يطير على كيفه. خايف بعد شوي يصير هو رجدي بيت وصبري أفندي عم يشتغل عنده في فراس. كل وخراس. زكو سامع شي صوت؟ مثل شو؟ كأني سامع صوت خربشة. لك ايه بيكون شي حنش مرق من هون؟ لك سلمو بجول بجول. هات يا بيات. لك هالراس هاد اكبر من راسه لصبري. لك زكو هذا كأنه راسه صار ياخذ يعطي شي. لك اتركه لك سلمو اتركه. اخي كل مين له راس بيعبيه على كيفه. برمي راسك يا زكو. حجاج وين كنت لهلأ ياما؟ ليش فايقة لهلأ ياما؟ عم بسألك وين كنت لهلأ؟ كنت برات الحارة ياما. وين؟ قلت لك كنت ياما برات الحارة. هيك كانت ضايقة أخلاقي وطلعت برات الحارة. إن شاء الله رجعنا لقصة بنت رجدي بيك. شو جاب سيرتها هلأ ياما؟ يعني أنت ما عم بتحوم حوالين بيته؟ لا ياما لا. وما عم بتشوفها وبتقابلها؟ كمان لا يا مو لا. ليش؟ مو انتو هيك بدكن يا مو؟ يعني يا مو انت لسا ما نسيتها؟ لا يا مو لا ما نسيت ولا رح انساها. روحي نامي يا مو. شلون بدي نام يا مو وانت زعلان ومقهور؟ شلون؟ مشان الله اعطيني يا مو. قولي قولي على قلبي صبحية. لك شوفي أخي شوفي شوفي عجاج. والله ما بعرف مرت أخوكم مين حفيظها. قولي على طول إن شاء الله.